ازيكم؟ الفيديو النهاردة انطلب كتير مني، بس كنت دايما بأجله. وفيديو العبايات السوداء النهاردة فيديو رائع، جبتلكم أشيك وأفخم وأرقى كواليتي وموديلات من العبايات، كمان متوفر كل المقاسات الكبيرة. ولأن الكولكشن كبيرة جدا ما كانش ينفع أعرضها على فيديو واحد، لأني بحب أفرجكم على كل حاجة علشان كمان تاخدي فكرة عن أحدث الموديلات وإيه الموجود في السوق وإيه الجديد. ويلا ناخد فكرة عن الأسعار والموديلات. بس حابة أفكرك إن في خصم 5% حصري لمتابعين القناة عندي. هنستعرض الموديلات والأسعار، وهحاول أقولك على كل الأسعار لأن هي متفاوتة جدا. وأول موديل معانا ده سعره 620، وأنا بحاول أوريكي قد إيه هم عندهم المقاسات الكبيرة من العبايات، فدايما هفرجك على المقاسات الكبيرة. والأسعار كمان بتفرق من مقاس لمقاس، يعني دي سعرها 620 لأن دي مقاسات كبيرة، الأصغر منها هتلاقي سعرها مختلف شوية. ودي الكواليتي بتاعتها عالية جدا وسعرها 835. ودي ب 645. ودي ب 595، وفي منها الاسود والنقشة مختلفة بقى، بيج او ازرق. ودي من العبايات اللي الكواليتي بتاعتها عالية جدا وسعرها 715. وفي منها نقشات مختلفة ولون النقشة برضو بيختلف من عباية لعباية، وكمان السعر بيختلف على حسب المقاس. يعني دي مثلا ب 670 رغم انها نفس موديل اللي قبلها. ودي عباية اللي هي بونشو او الحرملة، ودي سعرها 715. وده موديل تاني وسعرها 815، والكواليتي بتاعت مجموعة العبايات دي عالية جدا وموديلاتهم طبعا رائعة. وده موديل تاني وكمان سعرها 815. وفي الموديل ده وسعرها 395. ودي سعرها 715. ودي 815. زي ما احنا شايفين الموديلات مختلفة وكتيرة واسعارها كمان متفاوتة، وانا بحاول اعرض لك كل حاجة على قد ما اقدر، والحاجة اللي معلهاش خصم بتاخدي عليها خصم 5%. ودي ب 770. ودي كمان ب 770. وده لون تاني منها وسعرها برضو 770. ودي زيهم ب 770 بس الشيفون من على الكمام، هي برضو حرملة. ودي ستايل مغربي بكابيشون من ورا وسعرها 450. وفي منها بالكنار الاسود ذهبي واسود. ودي تلبيسه قطن جل بتتلبس تحت العبايات المفتوحه او كمان العبايات الشفافه، لاني حواريكوا دلوقتي عبايات شفافه طريه جدا، وسعرها 310. ودي كمان ستايل مغربي وسعرها 650.
وده كمان شكل مختلف بالستايل المغربي، وسعرها 650، بس دي من غير كابيشون ولها طرحة ولها جيب. وده ستايل تاني وسعرها 810. ونرجع للحرملة تاني أو البونشو. ودي حرملة شفافة اللي بيتلبس تحتيها التلبيسة القطن اللي أنا وريتها لكم من شوية، ودي سعرها 770. ودي كمان قيمة قوي وسعرها 780، وهي شفافة بيتلبس تحتها التلبيسة القطن. ودي ستايل مغربي بكابيشون وحزام وسعرها 565. ودي بكباسين لغاية النص وسعرها 545. وده لون تاني منها. وده ستايل تاني منها وبسوستة. ودي ب580، دي متطرزة. وده الأسود منها. ودي طبقتين، الطبقة اللي تحت ساتين ومتطرزة، في سوستة كده بتفتح نص مش بتفتح كلها، الجزء اللي تحت لازق فيها مش منفصل. وده لون تاني منها. وفي كمان دي شكلها مختلف وحلوة قوي والكواليتي بتاعتها عالية قوي وسعرها 690. وليها كمان حزام براحتك بقى تحطيه او ما تحطيهوش. وفي المجموعة دي الوان الكنار والجيب بتاعها مختلفين، هي مقفولة ودي سعرها 615، والوان الكنار مختلفة في منها كذا لون. دي الوانها، وفي طبعا الاسود في اسود، في برضو دي شبهها بس ستايل مختلف، وديها حزام بس دي بتفتح لغاية النص، التانية كانت مقفولة. وفي كمان الوانها، ودي ستايل مغربي ليها كابيشون. في دي بقى منها الازرق ومنها الزيتي، دي كبار شوية تنفع لعيد الام، حلوة قوي، هدية ظريفة جدا في عيد الام. ودي سعرها 535. وده الزيتي منها. في كمان دي، وكمان بحزام، وفي منها كل المقاسات. العبايات اللي انا عرضتها النهاردة في كل المقاسات الكبيرة، اكبر حجم ممكن تتخيليه هتلاقيهم موجودين، من الاحجام الصغيرة لغاية الاحجام الكبيرة. ودي سعرها 579. ودي سعرها 555. وفي منها التطريز بتاعها اسود. بكرة ان شاء الله هكمل لكم باقي فيديو العبايات، لان الكوليكشن كانت كبيرة جداً.